الخير يا جماعة، النهاردة هنكمل الدرس الخامس للفور نايتس من وجهة نظر الأبيض. ده في الغالب هيبقى آخر درس للأبيض، بعد كده هنشتغل على الفور نايتس للأسود. أنا في ملاحظة كده عايزكم اللي هيكتشفها فيكم هجيب له هدية في النادي بعد كده، ملاحظة في الفيديوهات اللي بعملها، اللي عنده قوة بديهة هيكتشف الملاحظة دي. إحنا غطينا في معظم الفيديوهات اللي فات معظم الآلات الأسود، قلت لكم في الغالب ده اخر فيديو للفورنايت. دي 6 طبعا، دي 6 احنا قلنا هنا في الفيديو الرابع ان هنا انا مشكوك فيها، على طول باخد السنتر تيك. هنا احنا اتفقنا في اختيارين، ممكن اكل بالحصان ممكن اكل بالوزير. انا غطيت لك تقريبا الاكله بالحصان في الفيديو الرابع. هنا هنشوف لو انت حابب تاكل بالوزير برضك نقله جيده، انت هنا مستغل التسمير ما يقدرش ياكلك فبيعمل بيشوب دي 7. طيب في الموقف ده انت عندك كذا اختيار، يعني يفضل انك تاكل حصان. هتقول يا كابتن الفيل في بدايه المباراه اهم، ماشي ما في مشكله في فرق انتشار تيك تيك. هنا انت عندك خطين الاثنين صح، عايز تخرج بالفيل وتسمر الحصان وتبيت طويل وتبتدي تهجم وتدفع الجنود صوب الملك، ده اوكي. عايز تبيت قصير على طول بردك اوكي، الاثنين صح. فهنا لجأ للتبيت القصير، عمل بيشوب اي 7. هنا ما تنساش ان هو عنده فيلين، ما ينفعش تسيب له الفيلين كده بكل سهوله على الرقعه، ما ينفعش. فراح لاعب نايت دي 5، نايت دي 5 عايز يصطاد فيل من الفيلين. طبعا هنا لو الاسود حاول يحتفظ بالفيله، يعني لو كلب الحصان بكل بساطه هياكل بالجندي، اديني الفيل واديني هذا الجندي. طبعا ما يقدرش يعمل بيشوب اف 6، عمل بيشوب اف 6 هيلعب له روك اي 1 كش ويحرك الملك، فاذا ما يقدرش ياكل بالحصان، لازم يستسلم ويعطي لك الفيل. فاكل بالفيل راح واكل بالجندي، طبعا هنا راح مبيت. يقول لك في الموقف ده طبعا تفوق طفيف للابيض، الابيض عنده مساحه، لعب النقله المنطقيه روك اي 1 بيعمل سنترلايزيشن تمركز للقلعه. الاسود لعب نفس الشيء، هنا لازم اخلي قلعتين متصلتين، فراح عمل بيشوب جي 5. طبعا بيشوب جي 5 انت مش بتسمر، هو ممكن ينتشر بالفيل في اف 4 او دي 2، في اي 3 مش حلوه عشان مش عايز ابند عمود الاي. القواعد بتقول لي ان لما واحد يسمرني كده او يطلع بالفيل على بهذه الطريقه لازم اساله، لازم يعمل اتش 6. هنا طبعا ما ينفعش اكل، الموقف ده مفتوح، الفيل احسن من الحصان. في القواعد بتقول لي في المواقف المفتوحه الفيل احسن من الحصان، فما ينفعش اديله الفيل وانا ما عنديش تكتيك ولا عندي اي شيء. فممكن هنا امشي بيشوب اتش 4 او بيشوب اف 4. طيب الاسود هنا ما لعبش اتش 6 مع انه المفروض يعمل اتش 6، راح لاعب سي 6. طبعا هنا الموقف ده عندك نقلتين، او مش نقلتين، عندك فكرتين الاثنين صح. لو انت عايز تاكل ياكل بعد كده تعمل روك دي 1 كده انت عملت ايه؟ شو بنسمي ده يا حميد؟ حميد ايوه مظبوط، سنتراليزيشن تمركز مظبوط. طيب شو بنسمي الجنود دي يا حمد يا عبيد؟ شو بنسميها؟ هانجينج بونز، جنود معلقه. الجنود بهذه الطريقه ما في جندي يحميهم، بيسموها جنود معلقه. متى تكون الجنود معلقه قويه ومتى تكون ضعيفه؟ بتكون قويه لو انت القلعتين بتوعك خلف الجنود وما في ضغط عليهم، ساعتها الجنود بتبقى قويه لانها بتاخد مساحه. امتى بتبقى ضعيفة؟ في هذا الشكل، تعتبر هنا ضعيفة، وبعد كده تعمل سي 4 تثبت هذه الجنود. فالأكلة كده كانت ممكن، والفكرة الأخرى اللي هو سواها أيضاً فكرة صحيحة، عمل سي 4. هنا الجندي ده واخد مساحة في أرض خصمك، لأنه مش في أرضك أنت، ده في أرض خصمك، يعني أنت واخد جزء من مساحة أرض خصمك، يعني أنت ملعوزه نوعاً ما. فهنا تيك تيك، وفي نفس الوقت شو بنسمي الجندي ده؟ ماجد، ماجد شو بنسميه؟ ماجد عبد الله الجايدي. شو بنسميه؟ بنسميه باكورد بون، جندي متاخر، جندي خلفي متاخر، جندي ضعيف طبعا. طيب هنا بيقول لك كان لازم بردك الاسود يلعب اتش 6، لازم، ما ينفعش افضل سايبه كده اهو. راح لعب نقله، خاف يلعب روكسي 8 عشان ياكل الجندي، فراح عمل اي 5. طبعا اي 5 دي نقله مشكوك فيها، لانه حتى ضعف البي 5، يعني انسى ان هو الرجل في مجال اخر في عالم اخر ومش عايز يعمل اتش 6. العب اي 6 كفايه، اي 6. فطبعا هنا الابيض كان ممكن يلعب روك سي 1، بس هو قال لك ايه؟ عامل فكره مكاره هنا، راح لعب بس روك اي 2.
راح الاسود لاب بروكسي 8، الاسود في عالم اخر، العمود ده ما في منه فائده الحين، الشغل كله فيه ضغط هنا. بيقول لك كيف تعرف التفوق، هو في التفوق هو مدى فعاليه قطعك وفي اي صوب بتضغط، يعني مدى الفعاليه للضغط بتاع قطعك، يعني انت عندك رخ نشيطه بس ما ليها فعاليه هنا، ما في مجال، المجال كله في هذا الصوب. فعمل روك اي 1 راح مزود الضغط على عمود الاي، طبعا هنا الاسود ما يقدرش يعمل اتش 6 خلاص، لن يدرك امكانيه انه يلعب اتش 6، لانه لو لعب اتش 6 بكل بساطه هياكل الحصان، ما تقدرش، لو كلت بالفيل هياكل بكش تخسر الوزير، لانه بياكل بكش بتساوي كش بتخسر. فهنا ولو كلب الجندي طبعا المربع ده ضعيف هيعمل له نقله مثل نايت اتش 4، وبعد كده على حسب ممكن بقى يلعب كوين جي 4 او اتش 3 او جي 4، حتى الموقف ده ممكن اعمل حتى جي 4، في حاجات كتير. خلاص سوم الملك خرب، فاذا ما يقدرش يعمل اتش 6 خلاص، الاسود هنا لن يحلم باتش 6، فاضطر يا عيني يلعب كوين دي 7 على امل انه يوصل القلعتين وعلى امل انه يعمل اتش 6. طبعا هنا بعد ما الابيض انه نجح ان يسوي القواعد بالضغط على عمود الاي، انه عمل جوز القلعتين بهذا الشكل، الحين الابيض طبعا عنده فهم عميق للموقف، هو راجل فاهم قواعد ويعلم متى يكسر القواعد، فهنا كسر القواعد راح معطيله فيل تيك اف 6، نقله غريبه، ازاي يعطي فيل واكسر قواعد؟ احنا اتفقنا شو سالم يا جاسم، مظبوط، التكتيك بيعمل ايه؟ التكتيك يلغي القواعد فعلا، راح واكل بيشوب تيك اف 6. هتقول لي يا كابتن فين التكتيك؟ اقول لك اتريا اتريا، هنا في الصف الثامن في ضعف، ضعف كيف يا كابتن ضعف؟ يا كابتن في قلعتين وفي وزير، يا حبيبي ما انا قلت لك اما يكون الموقف بسيط للصغاريه اوكي، لو ما فيش هنا حاجه هتدي له كش مات، لكن في المواقف الصعبه اما بتيجي تلعب مع الاقوياء ما بيعطيك الفرصه بسهوله انك تلاقي ضعف الصف الثامن ضعيف بروحه، لا عليك ان تبتكر، عليك ان تخلق الضعف وسط الاشواك. فهنا بكل بساطه لو الوزير ده غير موجود هاكل روك تيك اي 8 كش تيك كش مات، يبقى اذا احنا اتفقنا الوزير مش موجود، فانت هدفك الحين هو اما اخذ بيشوب تيك اف 6 عنده رؤيه، مش مجرد انه بياكل فيل وحصان وخلاص، عنده رؤيه ان هو ريموفينج جاردنج بيس، ابعاد القطعه المدافعه، راح لعب له النقله الرائعه دي، عده نقلات في منتهى الجمال، راح لعب له كوين جي 4 الهدف منها ابعاد الوزير، طبعا ما يقدرش تاكل، لو كل زي ما قلت لك هياكل قلعه بكش مين. في نفس الوقت لو انت كلت كوين جي 4، لو انت اكلت رخ ضرب رخ بتاعتك محميه، اهم حاجه تنتبه ان الصف الثامن بتاعك امن اوكي، فما يقدرش ياكل، فاضطر يا عيني يمشي في مكان لازم يمشي حامي القلعه، فراح لاعب كوين بي 5، راح لعب كوين بي 5 هنا برضك نفس الشيء، راح لعب له نقله اكثر من رائعه، راح لعب له كوين فين؟ شايفكم كوين سي 4، نفس الشيء ما يقدرش ياخد رخ في رخ، لو كان رخ في رخ هياكل وزير، القلعه محميه، لو كان هياكل بالحصان، فاذا ما يقدرش ياخد رخ في رخ، ولو كان وزير في وزير نفس الشيء هياكل رخ، ولو كان رخ في وزير هياكل رخ في الشمال، فلازم يمشي نفس الشيء حامل قلعه، فاضطر يا عيني المربع الوحيد انه يمشي اهو، راح لاعب كوين دي 7 المربع الوحيد. هنا الاسود افتكر ان التضحيات انتهت، لم تنتهي بعد، الحفله لم تنتهي بعد، فراح لاعب له نقله هنا اكثر من رائعه، وين يا سالم؟ مظبوط سالم جاسم البلوش، مظبوط كوين سي 7، يا جمال الموقف، موقف جميل جدا، ما يقدرش ياكل بالرخ نفس الشيء كش مات، ولو كلب الوزير نفس الشيء كش مات، لازم يمشي حامي القلعه، فراح لاعب كوين بي 5. عليك ان تنتبه في هذا الموقف، بدل من انت اللي تصطاد خصمك هو اللي هيصطادك، لو لعبت في هنا نقله خاطئه لو لعبتها هتخسر المباراه، لازم تنتبه، انت عامل فخ وهو عامل لك فخ. لو انت حاولت انك تلعب كوين تيك بي 7 طبعا مش هياكله، لو كاله كش مات بس هيضحك عليك، هو هيصطادك، هو هياكل
يروح مضحيلك هو الوزير كوين تيك اي 2 روك تيك اي 2 ويموتك بفكره اكس راي اشعه اكس يديلك كاش هتضطر تبند بالحصان. بص اكس راي القلعه دي عامله للحصان ده اكس راي عامله له اشعه اكس تقدر تاكل القلعه الحصان القلعه تقدر تاكل في هذا المربع هياكل ده بكش طبعا تيك كش مات كلها بطريقه اكس راي. فاذا لازم انتبه يبقى كوين تيك بي 7 نقله خاطئه عليك ان تجد النقله الصحيحه. راح لعب له ايه؟ اي 4 برافو عليك اي 4 هات الوزير طبعا ما يقدرش ياكل الرخ لو كان الرخ بص بقى الفخ العام بيقول لك هياكل بكل بساطه لو كلت كده هياكل ده بكش لو كلت كده هياكل ده بكش وتخسر انت معلق. فاذا ما يقدرش ياكل القلعه هيضطر ياكل الجندي اكل كوين تيك اي 4. الحين الابيض عمل نقله اكثر من رائعه جميله في منتهى الجمال عمل حاجه اسمها ديفليكشن. يعني ايه ديفليكشن؟ تغيير مسار القطع. راح لاعب روك اي 4 طبعا كل النقلات اللي احنا عملناها دي تندرج تحت تفريق تسميه ديفليكشن يعني تغيير المسار. روك اي 4 هات الوزير نفس الشيء لو كان رخ ضرب رخ هيكسب بطريقه اكس راي اشعه اكس اذا اكل كده الرخ دي اللي هتعمل اشعه اكس شايفين هتشوف ازاي هياكل ده بكاش لو بنت بالوزير اكس راي تيك كاش تيك نفس الشيء روكي ايد الشمال. فاذا ما يقدرش ياكل الجندي فما يقدرش ياكل الرخ لازم ياكل الجندي فما عمل له روك اي 4 ما يقدرش ياكل الرخ لازم يلعب ايه النقله الوحيده كوين بي 5. الحين شفت الابيض عمل ايه غير وضع القلعه بدل ما كانت هنا خلاها هنا. الحين النقله الساحره فعلا اللي هي شبه انهت المباراه كوين تيك بي 7. الحين مفيش رخ ياكل هنا طبعا لو كلك الشمال لو اكل رخ في رخ طبعا هياكل ده بكش مات اكس راي نفس الشيء اكس راي اشعه اكس تبان الوزير ياكل. فاذا ما يقدرش ياكل الوزير هيضطر يا عيني مفيش حاجه تتلعب كوين هو استسلم مفيش مكان. طبعا الموقف ده بيعلمني ازاي اخلق ثغره يعني ضعف في الصف الثامن وفي نفس الوقت وانت بتهجم عليك ان تنتبه من الصف الثامن الخاص بك. وفيه شيء مهم جدا شفت الابيض قاعد يسوي في القواعد وفي الوقت المناسب اللي بيسموه الكريتيكال مومنت راح كاسر القواعد لانه لجأ الى تكتيك. وفي حاجه لازم انتبه اليها ان الاسود كان لازم يفتح للملك عشان يعني يحاول ينقذ ما يمكن انقاذه ولا يضع نفسه في ضعف الصف الثامن كان لازم يعمل اتش 6. يبقى كل الحاجات دي بتعلمني ان انتبه خاصة أثناء الهجوم وحماية الصف الثامن الخاص بي.